الأوضاع العشرة زي ما تشوفوا، دوريات صحراوية من البلدية الشرقية إلى امتداد الحوض مرزق لحوض الحقول النفطية، معنويات عالية، ننفي وجود أي ميليشيات على أرضنا. زي ما تشوفوا الشباب كلها ليبيين، ما فيش مرتزقة، الوضع الأمني على العشرة، سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه مساس بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو تمس أمن المواطن. المعنويات عالية والأمور على العشرة وما فيش شيء. أي حاجة صارت في الجنوب هلا قاعدين الكتائب الأمنية موجودة. نسأل الله أن يحفظ وطننا الأمور على العشرة. قامت القوات المسلحة بجولة استطلاعية في حوض مرزق وباري المتمثلة في كتيبة 128 مشاة، وكتيبة خالد بن الوليد، وكتيبة 116، بالتعاون مع بعض الكتائب الأخرى التابعة للقيادة العامة المتواجدة في المنطقة. جولة استطلاعية ثلاثة، قمنا من الصباح الباكر، قمنا بخروج من دوريات من تراغن مرور على الغابات باتجاه الخط الرابط بين حوض باري ومرزق، مرورا في حقل الفيل، والآن نحن في جولة ليلية، سنقوم بجولة ليلية في حقل الشرارة في تأمين ليبيا. ونحب نطمن أهلنا جميعا في ليبيا لأن الجنوب بأمن وأمان، وأن هذه الإشاعات المغرضة ما هي إلا فقاعات على الفيسبوك لا وجود لهم على أرض الواقع، وإنما قواتكم المسلحة والمتمثلة في القبائل الليبية المتمثلة في الجنوب هي من تمسك زمام الأمور في هذا الوطن. ونحب نوصل رسالة للغزاة على رأسهم الأتراك أردوغان بأن ليبيا ستكون مقبرتكم، وأن الجنوب مش حتوصلوه أصلا. والله أكبر وعاشت ليبيا. ونحيي سيد المشير أركان حرب، المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، من هنا من قلب الصحراء، بأن ليبيا بخير وأن جيشك في الجاهزية التامة. والله أكبر ولله الحمد. العزو التركي بإذن الله، أي واحد يفكر أنه يعزو أعلى الجنوب هذا ستكون مقبرته في سيد. الله أكبر. 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 الله أكبر.